النهاردة هنعمل كبسة البرتقان. كبسة البرتقان أهم من إن إحنا نعمل وصفة. اختيارنا للوصفات بتكون بناء على إيه؟ واختيارنا للمكونات نفسها. النهاردة إحنا مختارين طبعاً وادي فود، يعني متربع على عرش السفرة بتاعتي من أول الفراخ لغاية زيت الزيتون والطماطم، صلصة الطماطم، حتى المخللات اللي موجودين. طيب خلينا نبتدي نقول المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا عندنا الفراخ بتاعتنا، صدور الفراخ والطماطم متقطعة كيوبس صغيرة، بطاطس، برتقان، وفي عندي السمنة، كركم، بشر البرتقان، بصل، ثوم، اللومي، وفي عندي كمان الزعفران وشوية عصير برتقان حوالي نص كوباية ورق لورا. طيب هنبتدي نعمل الرز بتاعنا ازاي. الرز بتاعنا برضو هنقول المكونات بتاعته. الرز بتاعنا السمنة بكل بساطة، معانا شوية ورق لورا واللومي وفلفل أخضر حامي. هناخد الرز بتاعنا بالشكل ده، هنحط الأول الملح، الطريقة دي طريقة سهلة جدا على أي حد إن هو يعمل الرز ويطلع مستوي. هناخد الرز بتاعي بالشكل ده، هسيبه يستوي براحته خالص، هحط معاه شوية بصل، اللومي بتاعي، ورق اللورة، فصين حبهان حلوين، قرنفل، واللومي، وبقلبه تقلبتين صغيرين وبسيبه يستوي زي بالراحة خالص. أول ما بيستوي ببتدي أرفعه وأحطه معايا على النار، أرجعه تاني أعمل الكبسة بتاعتي. طيب هناخد الفراخ بتاعتنا، صدور الفراخ، صدور الفراخ من الحاجات الجميلة قوي اللي بتقدمها شركة وادي فود. أهم حاجة فيها إن هي بصراحة وبكل صراحة يعني إن كل الفراخ اللي بيشتغلوا بيها الأعلاف حلوة قوي، وفي نفس الوقت كمان مفيش حاجة مش معدلة وراثيا. بنقطع الفراخ بالشكل ده، حوالي ربع كيلو فراخ. هناخد شوية زيت زيتون صغيرين قوي، وهياخد ورق اللورة والحبهان، شوية بشر ليمون، بشر برتقان صغيرين، هيعمل ريحة حلوة قوي، مع الجنزبيل والبصل، اول ما احس خلاص الحاجه اتحمصت معايا هبتدي انزل الفراخ بتاعتي. في اعتقاد خاطئ ان الناس بيقولك ان زيت الزيتون لما بيسخن بيبوظ، لا، هو في فرق بين ان احنا نخلي زيت الزيتون نسوي بيه وبين ان احنا نقلي فيه. نقلي بيوصل درجة حرارة اكتر من 200 فبيبوظ وبيتأكسد، لكن زيت الزيتون لما بنيجي نسوي بيه بيكون درجة حرارة ما وصلتش 100 يعني. تعالوا هوريكم حاجة حلوة قوي بطريقة الزعفران. عايز اقول لكم كمان ان في حاجه مهمه جدا، ان كل الوصفات اللي موجوده بتنزل على في سكان كود موجود عندي على كل المنتجات بتاعت وادي فود.
عليه وصفات حلوه قوي وهتعجبكم، وبسيطه وفي نفس الوقت مش مكلفه يعني. تعالوا نبص كمان كده، بص على الرز، الرز بدأ يتسلق معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اول ما يتسلق هقوم رافع الرز بتاعي. نكمل دول، ناخد دول بس كده نعمل الزعفران بتاعي. انا الزعفران بتاعي بحب اعمل الزعفران بتاعي احمصه الاول، وبعد كده انزل عليه بشويه ميه صغيرين، بعد كده بيديني نفس النكهه ونفس الطعم اللي انا محتاجه. عايز اقول لكم ان زيت الزيتون اللي موجود في وادي فود يعني بجد فخر للصناعه المصريه، ان يكون في منتج زي ده موجود في مصر. احنا لما بنسافر بره او لما بنروح بره فنلاقي ان فخر الصناعه المصريه بتاعتنا واخد شهاده، في شهاده في طريقه التعبئه بتتعبى عن طريق جو خامل ما فيهوش اي معاملات وراثيه، من الحاجات الحلوه قوي 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 يعني. فعلا دي فخر يعني. لما موسم الحصاد بتاع وادي فود اللي بيتعمل كل سنه بيعملوا مهرجان كبير قوي على طريق مصر اسكندريه، حوالي اكتر من خمسه يعني حوالي 7000 شجره زيتون، حاجه يعني كانك فعلا في الجنه زي ما بيقولوا يعني، على مساحه 55 فدان في طريق في 45 على الطريق 45 كيلو 45 في اسكندريه على ما اعتقد. بصوا انا كده زي ما انتم شايفين كده بيبتدي خلاص الزعفران بيطلع كل العطر اللي فيه، وبديله سنه صغيره قوي زيت زيتون. زي ما انتم شايفين كده سنه ميه صغيره قوي. تعالى اوري حضراتكم حاجه، بصوا باخد كل ده مع زيت الزيتون الريحه بتاعه قشر البرتقال تجنن يعني. طيب هبتدي اخد الطماطم بتاعتي وبقيه البصل، سنه صغيره كركم والسمنه بتاعتي. اول ما احس ان خلاص الفراخ بتاعتي بدات تلون كده فهاخد شويه صلصه، صلصه بيوريه حلوه قوي. في ناس بتحب الكبسه بتكون سبايسي، انا بفضل ان الكبسه بتاعتي تكون سبايسي شويه. طيب من المميزات اللي في الهريسه بتاعت وادي فود ان هي ولا سبايسي قوي، وفي نفس الوقت تحس بطعم التدخين بتاع الفلفل نفسه، فهو معمول بطريقه بصراحه يعني عبقريه، بيدي يعني مذاق كده لاذع شويه لكن مش حامي قوي اللي هو يخليني ابقى انا مش قابل الوصفه نفسها. انا الفراخ بتاعتي كده بدات تستوي، هحط معاها البطاطس دي. قطعت بالمناسبه قطعت البطاطس حجمها كبير مناسب علشان ما تاخدش لما تيجي تستوي مع الفراخ ما تتهريش قبل تسوية الفراخ. تعالوا نبص كمان على الرز بتاعي. بص الرز بدأ خلاص يبقى داخل على سوى كده، يبقى لسه الدنتي شوية عشان نخليه يكمل التسوية بتاعته هنا مع الفراخ.
وخلينا نستقبل التليفون ده ونقول الو. امل الو. الو ايه اهلا، ازيك يا امل، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا فضيله الشيخ. الو اهلا، انا معاكي. سامع يا شيخ، انا ممكن اسالك على سؤال؟ اتفضلي. ولا ما ينفعش؟ بص فضيله الشيخ، انا جوزي اتجوز عليا. طب هو بس انا 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 الشيف جلال. شكرا ليك يا استاذ امل. يا جماعه من بعد ما طلعت عملت دقني فانا مش شيخ والله، بس ماشي يعني، ده فضل كبير منكم يعني. طيب خلينا نرجع للوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا عايز افكر حضراتكم ان احنا حطينا زيت الزيتون، حطينا الهريسه، حطينا صلصه الطماطم بتاعتنا، الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده خلاص بدا يستوي اهو عشان يكمل تسويته في قلب الصوص ده. هحط معاه عصير البرتقال. انا بعتبر دي كبسه، بس كبسه البرتقال من الحاجات الجميله قوي. هخليها كده، احط لها سنه ملح صغيره، واخد الرز بتاعي احطه هنا اصفيه. ابقى انا كده ضمنت ان الرز بتاعي يا دوب هيغلي غلوتين وفي نفس الوقت هيستوي ويكمل تسويته وياخد نفس الطعم ونفس الريحه بتاعه الصوص اللي موجود في قلب الكبسه بتاعتي. طيب قبل ما اسقي بالميه هقلبه كده تقلبتين حلوين. هحط على الوش بس شويه زيت زيتون عشان لما اجي افتح الحله اشم ريحه الزيت الزيتون، بيدي طعم حلو قوي